إذن أحبتي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى وبرنامج صباح كربلاء. أخذناكم جولة بهذه المدن في إيران. شوف الاهتمام بالتاريخ، شوف الاهتمام بالأماكن القديمة، الاهتمام بالطبيعة، هاي نعم من نعم الله سبحانه وتعالى، لازم نحافظ عليها، لازم تكون عندنا ثقافة، لازم تكون عندنا اهتمام أكثر كدولة كمنظومة وكبشر كمواطنين. إذن نستمر وياكم وفقراتنا، واليوم راح نتحدث عن خبر الصباح، فقرة خبر الصباح، خبر الصباح مهمة جدا، لأنه نتحدث عن الحفل المركزي لتخرج طالبات الجامعات العراقية التي أقامته العتبة العباسية المقدسة. بصراحة هذا الحفل وهو السابع من نوعه، أكيد النسخة السابعة تكون مهمة لأنه شاركت به أكثر من 3000 طالبة أو 3600 تقريبا، وصل تقريبا من كل جامعات العراق. شوف الموقف الجميل أنه الكل موجود عند أبا الفضل العباس عليه السلام، الكل يؤدي التحية والسلام، الكل يتبارك بهذا المكان المقدس، الكل يعاهد أبا الفضل العباس عليه السلام ولله، دائما نقول حتى لا أحد يغير بالأفكار، أنه يعمل بجهد، يعمل بمصداقية، يعمل بمهنية، لأنه كل الخريجات اللي موجودات حالياً عليهم مسؤولية كبيرة، وهي مسؤولية التعامل إذا كان اختصاصها طب، صيدلة، هندسة، إدارة، كل شيء لازم يكون تواصلهم مع الله سبحانه وتعالى. طبعاً كثير من الفعاليات والفقرات كانت في هذا المهرجان، كثير من الشخصيات اللي تكرمت وقدمت الهدايا لهم والتكريم لهم، ما نسوا العوائل الشهداء الكرام، وتحية حب واحترام لهم أكيد، تكريم لبعض الطالبات المجتهدات مع قصائد مع الشعر، احتفاء بأكيد ولادات أهل البيت عليهم السلام، وخاصة ذكرى ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. وكانت الأجواء جميلة ولطيفة، وهي أيضا رسالة لبعض الناس أنه الاحتفال ليس بالموسيقى والملابس الغير صحيحة وكل هذه الضوضاء اللي تصير، أنا ممكن أجلس مقدر محترم بشهادتي بعلميتي بتخصصي، ناس العتبة العباسية مشكورين وكل القائمين بها قدموا ما قدموا باحترام وتقدير لكل طالباتنا الموجودات، وأكدوا على أنه المرأة هي بناء المجتمع، تستطيع أن تفعل الكثير لكي تبني المجتمع من خلال الأسرة، شلون من تبني نفسها وتبتعد عن كل هاي المغريات. كثير من الفعاليات كانت موجودة، وقناة كربلاء أكيد وثقت هذا الشيء وموجودة، إذا تحبون شاهدوها على اليوتيوب. كثير قلنا من الفعاليات والقصائد والكتابات، وكان هناك كرنفال جميل للأطفال، وأيضا كان هناك مسرحية عن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. إذن دائما احنا نقول شقد ما نفرح، شقد ما نأدي، شقد ما نقوم بأعمال، لازم تكون لله سبحانه وتعالى، والفرحة موجودة ترى، مو بالهوس ومو بالصفقة وبالذن الأمور، فرحة موجودة باحترام وبتقدير. إذن أحبت المشاهدين كان هذا خبر الصباح، وشكرا لكل القائمين على هذا الحفل، وإن شاء الله يستمرون.